السلام عليكم اخوتي واخواتي، مرحبا بكم في معرض فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، طوال رجعكم في صحة جيدة وحياة طلبة في صحة جيدة. اليوم غادي نجيو التتمة ديال الفيديو اللي قبل، يعني السلسلة ديال تجهيز الطيور. اليوم غادي ننزلو المداوي اللي بقاو لينا على الكرة، ننزلهم في السيباري. المداوي اللي بغيت نخدم بهم ننزلهم في السيباري ونخدم معاهم خدمة وحدة أخرى. هادشي كامل غادي نتقاسمو معاكم إن شاء الله. غادي ناخدو هادو، غادي ننزلو منهم المداوي و أنا معاكم. خلينا نذكر هنا بوحدي، هنا كذلك غادي نزلو الكرة. انت وزنا هذه هي موم. كلشي بدا تيوجد لهم بعد هنا غادي نوصلو لنهاية الفيديو إن شاء الله. هنا غادي نتقاسم معاكم الطريقة باش تنوجد أنا المداوي، وإن شاء الله بغيت نديرو المداوي اللي نخدم بها قبل الموسم ديال المنتج باش تشوفو النتائج ديال هادشي اللي تنقدم ليكم، واش خدامين ولا مخدامينش. تحياتي ليكم. ندير لهم بيض مسلوق.